الحمد لله وشكرا. حاليا من اللي جالس في البلدية والأمانة؟ حاليا المكتب الإعلامي الأمانة بغداد. بارك الله فيكم. تمام. جاهم أستاذ أحمد. ماريا شنو اللي صار وياك ومن اللي تعرض لك وش قد طلبوا من عندك؟ قبل قسم التجاوزات من البارحه قالوا لي انه احنا نريد كل اسبوع من يمش لانه انت قعدتي ليالي الكاس فغيد من كل اسبوع من يمش مليون دينار عراقي. قلت لهم انا ما عندي، كان يقول لعد هاي الفتره احنا راح نزيل المكان مالتك. انا مجازه من قبل امين بغداد سال عمار موسى شخصيا فانصدمت، قلت شلون يعني انه يزيل ومستحيل يصير. اتصلوا علي قالوا لي ماريا هدموا المكان مالتك كله، بحيث جيت مصدومه يعني من وجهت رساله لامين بغداد لانه انا انصدمت شلون صار هذا كله، وطلبت من يمه انه يحاسب الناس. طبعا توجيه من قبل امين بغداد، توجيه من رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني انه يتم محاسبه الناس اللي تجاوزوا علي، لانه انا مو بس تجاوزوا، انا تهددت انه تجي قوه مسانده تجي تشيلني، فانا كنت خايفه كلش انه انا قلت لازم اروح الاربيل هاي الساعتين. بس شكرا خاصة الأستاذ محمد شياع السوداني أنه قال لي أنه أنت يمنا وأنت أختنا وإحنا شنو اللي تريدي إحنا مقدمة لك. ربي يحفظكم. تفضل استاذ احمد. اسال لنا صوتك اذا امكن. نعم، مشان توجيه معالي من بغداد، التوجه الى موقع الكشك اللي تم التجاوز عليه من قبل بعض الموظفين، وان شاء الله تعهد من بغداد بيعات الوضع الى ما كان هو عليه، والاطمئنان الى وفد ماريه بانه حقيقه سيد من بغداد مهتم بالموضوع، وان شاء الله لا يوجد اي تصرف اخر بعد هذا التصرف ان شاء الله بتكون بحال ان شاء الله. يعني الكشك راح يرجع مثل ما كان قبل؟ مثل ما كان عليه وافضل ان شاء الله في اعمار وتوجيه معالي من بغداد المحترم. نعم، شكرا جزيلا.